المنتخب المصري للسباحة التوقيعية اللي نحب نبارك له طبعا اتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. دي حاجة حلوة جدا ومشرفة جدا، وان احنا يعني مش الرياضة عندنا هي كرة القدم بس، ولكن عندنا رياضات مختلفة بنحقق فيها انجازات، فحلو ان احنا نركز عليها طول الوقت. يا جماعة برضو للناس اللي هي السباحة التوقيعية اللي هي الإيقاعية، يعني عشان برضو الناس يعني زي اللي بيعملوا باليه في المية او بيرقصوا في المية، هي معروفة بالإيقاعية بس هي المفروض هي توقعية. يعني عشان برضو الناس تكون معانا اللي هم بينزلوا في المية كده ما شاء الله نفسهم طويل قوي، يقعدوا يعملوا بيعملوا حركات برجليهم ونفسهم مكتوم ما شاء الله. كمان المنتخب اتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020 وكمان فاز بالمركز الاول لقاره افريقيا ده، وخلال منافساته في بطوله كوريا العالميه. وكمان كل اللاعبات بقى في الفريق انضموا، كل اللاعبات في الفريق قدموا عرض مبهر جدا جدا خلال البطوله، وكمان مستنيين ان شاء الله بقى اداء احسن من كده باذن الله كمان في الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله.